غير بقاع فين نسكنوا، عندنا الوليدات والوليدات والدين، وعندنا الناس بزاف بقاع العمارات ما غاديش يقدونا. خاصنا بقاع نسكنوا فيهم ونتسعوا فيهم شويه. ماشي دابا هنا في هذه الارض هذه ديال عين حروده كاين اللي عنده 400 متر وكاين اللي عنده 500 متر وباني فيها وساكن فيها ودار فيها، ودابا يمشي يشد عش ديال ما يريحوش فيه. الله يجازيكم ويكثر خيركم. وهي بقاع اللي كنطلبوا بقاع سيده ملكي الحمد لله. انا غنهضر تقريبا شحال عام؟ 70 عام صغير، باقي دري صغير جيت مع والديا. ايه ليش مع والدي؟ عاد راه قرب 100 عام يعني بالوالدين. الوالدين تقريبا راه شي 90 ولا 95. عين حروده نفس هذا اللي كيضر هاد الناس كيضر نساء. انا ما كايناش انا بوحدي اللي في دوار غزوان، كاين ولاد يطا وكاين ولاد دوار بعال، كاين كلشي الناس. ماشي غير نهضر على نفسي، ولكن انا كنهضر عامه على هاد الناس، لان هاد الناس ما رحموناش. فين ما مشينا كنتقمعوا بالله بالشقاق، ولكن حنا راه ساكنين اكثر من 100 عام، وحنا عندي 5 قرون، وجات واحد الوقيته اللي تسلمت لنا هاد الارض ب 2010 بالنداء ديال سيدنا الله ينصره وصاحب الجلاله. وما عرفناش كيفاش حنا ما توصلناش بهذاك بهذا سميتو السيد عاءات باش حنا نكونوا بحال كاع الاراضي اللي عنده بحال هاد الاراضي كله ديال الجموع كلها تسلمت ديالهم. وحنا دابا ماشي ضد المشروع، ما ضدش المشروع، ما ضد حتى شي حاجه، ولكن حاجه اللي كنطالبوا بها سكن لائق اللي يليق بنا البقاع. لان في المنشينه كيقولوا لنا ودي تمايا راكم مبرعين، ها انتم شفتوا الحاله ديالنا، ساكن وسط القصب وسط الشوك وسط العقارب وسط كل شيء، وحنا ما ساكنين ما مبرعين. هادشي اللي كنطالبوا كل شيء وحاضينها، عرفتي اكثر من 100 عام وحنا حاضينها. كره درناها كاريان، كره استفدنا ودرت فيلا، ولكن لا بقيت حاضيه وقاطنين على هاد الاراضي وما دخلنا لا دوار لا يديك ما بعنا ما سرينا. واش كنستحقها؟ ما خدينا لا تعويض لا 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 عس لا على يديك لا على خليك، ولكن ما عندناش في الحق باش ما نستحقوش هذيك الارض. هذا راه ماشي معقول. ما كاين لا تعويض لا يديك لا يخليك، كاين من ايام الاستعمار والو ما خدينا حتى شي حاجه. كاين الناس اللي مراد، كاين الناس اللي عايشين بالفلاحه، كاين الناس اللي عايشين بالفلاحه وعايشين بالبقر والغنم، وهما دابا غيتحرموا ما خدامينش وغيتحرموا وساكنين. ما كنديروا من ايام اللي جات نزع الملكيه وحنا تمنعنا، كنا كناكلوا من ديك الزريعه دينا العام، دابا بقينا والو. الله كريم، من الدجيجات كنبيعوهم وناكلوا منهم، البيضات كنبيعوهم وناكلوا منهم، وكيفاش غنعيشوا؟ رجالتنا كلشي مباركين، شي خدام مره كيخدم مره كيجلس، كيفاش غنخلصوا هاد الشقه؟ كلشي كاين اللي عنده السكر كيسخف كيدير البرا، كيفاش وندير؟ كيفاش نديروا؟ وحنا اكثر من 100 عام وحنا ساكنين في هاد الاراضي، راه هادشي راه حشومه وعار على بلادنا، وسيدنا والسيد العامل مخطب بالخطاب اللي يستحق شي حاجه واللي ساكنه اكثر من القانون تاخذ البقع. وتفاجئنا من مشى السيد العامل هذه 3 ايام وحنا كيقولوا لنا قالوا لنا غادي تستافدوا بالشقاق، وهذا الشيء راه ما قابلينوش، قابلين حتى امه ما قابلاه في هذا. حنايا راه ما غنحيدوش من هنا وما غنحركوش من هنا. دابا غنقتلوني وجدوا واحد الروضه في الصعيبه طيزو، مشينا للشركه، مشينا ما خلينا فين مشينا. مؤخرا مشينا عند الناس ديال الناس اللي كاين، الناس المسؤولين كيقول لك اودي حنا راه كاينه كاين واحد، راه ماشي كلشي مفرق، كل واحد عنده ارضه. عين 10 الناس 10، هذا شي في دوار بريك، شي في دوار بيك، شي في دوار ولاديطه، شي في ولاد بعال، شي هنا وفي الوي، شي هذا، راه ماشي الناس غير انا بوحدي كنهضر عليهم، انا كنهضر على عامة كاع الناس كاملين. كاين اللي عنده كاري، كاين اللي عنده كاين اللي الناس مضره بزاف ما عرفتش الحالات، واولاد يطو دايرينهم هما الاولين غادي يحولهم. جا فيهم الواد الحار والراجل مريض مسكين، فيه السكر ولا مراته، ما عندوش فين يتحرك، ما عندوش فين يتحرك، ما عندوش فين يتبلع، عنده بقيرات عايش بيها.
عندو بقيرات وعندو كيدير قصايبر، مره كتجي لي مره ما تجيش. كيفاش بغا تعيش هذا السيد ملي يدخل للشقه؟ اش غياكل هو ولادو وباش غيخلصوا باش غياكل؟ احنا ما قابلينهاش، ما قابلينهاش. احنا دابا قاعدين بالعطش، خرجوا شوفوا حالتنا بالعطش. الضو كيقطع علينا ما كاينش، هنا ملاكه. واش خرجوا لنا التعويضات؟ التعويضات كاين اللي خارجين مول 10 مول 5 مول 6، قال لك خرجوا بهم. لا ارتا لا عقل، لا ارتا لا عقل. الله يجزيكم بخير. وكاين الناس اللي عندهم جوج ثلاثه مزوجين، ثلاثه اولاد، اربعه خمسه، كيف غيديروا لهم؟ غيخرجوا الاسر الشقه و10 11 مليون. عاش سيدنا، عاش سيدنا، الله يجزيكم بخير. سيدي الشهر عبد الله، السلام عليكم. الماء والضوء، الله يعطيك الصحة باش تحفظي حاجات باش تحفظ الدقة. الله يجزيك. قاعدين هابشي الحباري وكيهبطونا، يقول لك سوقلو ب 10 مليون. كيفاش وجيو تشوفوا حالنا وجيو. من القاطنة ديال عدوار حروضات التابعة للدائرة 4. حنا الإخوة الكرام، حنا كنتكلموا في هذه المنطقة كاملة اللي هي ساكنين فيها، راه حنا من الزناتيين الأصليين ديال 50 وما يفوق. الاولاد ديال اسمين المنطقه ديال ولاد سيدي علي بن عزوز كلها بما فيها القاطنين ديال 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 الدوله، والقاطنين ديال الملك الغير اللي هي ولات اراضي مسترجعه، الاراضي اللي هي منزوعه ملكيه حاليا. حاليا دابا اللي هما كانت حنا متبعين هذا الملف من قبل ما تبنات هذه الشقق، اللي هما كانوا عباره عن حيال، كانوا كيقولوا بانها منطقه المدينه القديمه اللي غادي تكون هنا الى غير ذلك. وكاين بعض المسؤولين وكاين بعض الناس من 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 من, من الجماعه المحليه، حتى ربما من العماله. احنا كنقصوا الكلام اللي هو كاين صائب. ومن بعد منها السنوات الاخيره اصبحت هاد الشقق اللي هي دابا حاليا ولات كتهدد بها هاد الناس اللي هما قاطنين في هذه المنطقه ديال ولاد سيدي علي بن عزوز كلها، من الدوائر كلها، من الدوائر كلها. لا يعقل ان احنا كقاطنين او كزناتيين اصليين اللي احنا الابناء ديالنا، انا ولدهم انا عندي 56 سنه، ما بالك اللي بولي عنده 92 سنه وزياده وخلق هنا. والا كانت هذا الامر كيتعلق بالكذب، فكاين عندنا ملفات اي ما يسمى بالريجستر ديال 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 لاكومين، يمشي يقلبوا ويعرفوا هذوك الناس منين وكيفاش كاينين. وكاينين نساوات هنا اللي هما راه صبحوا كاينين ارامل اللي هما كيهدوهم حاليا دابا، كيقولوا لهم بان غادي تمشيو للشقق اللي هي سجون، وانا كنعتبرها معتقلات، لان هاد العيالات اللي كانوا هنا، هاد العيالات اللي ساكنين هنايا في هاد المنطقه، راه كاينه اللي كدير غير دجيجه كتولي لها دجاجه ويولي عتاتك والبيض وكتبيع وتشري، ومعاونه راجل اللي هو حاليا ما كعندوش واحد العمل قار، راه ما كاينش عندوش واحد عمل قار. ما بالو كاينه المراه اللي بهذوك الدجيجات ولا العيجات ولا سميتو كتربي بها وليداتها او كثرة تدير لهم التمدرس، اللي هو حاليا احنا مهجورين في هاد المنطقه حاليا اللي تدخل